فضيلة الشيخ حفظكم الله، يوجد بجوار منزلنا قبر، فقام الوالد بإبعاد الحجر الذي على القبر، وبعد فترة دفن هذا القبر بتراب، وبعد فترة من عندما دفن هذا القبر بتراب فوضع سمنت على القبر، ثم وضع خزان ماء. سؤالي، هل الوالد عليه إثم في هذا الأمر؟ وإذا كان آثم فما هو العمل حتى الواجب على أبيك لما رأى في القبر أن يتصل بالمسؤولين عن المقابر كالبلديات مثلا ويخبرهم بذلك، هل ينقل الميت إلى مكان آخر أم ماذا يعني؟ وهذا الآن وهذا الواجب قائم الآن، يجب على أبي أن يبلغ الجهات المسؤولة بما صنع حتى يقرر ما تقتضيه الشريعة، وذلك لأن الميت له حرمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطع على القبر، لأن صاحب القبر له حرمة. وخلاصة الأمر أني أقول بلغ الوالد أنه يجب عليه أن يبلغ المسؤولين عن هذه المسألة. هذا ترجع إلى نظر القاضي، إذا رأى من الضرورة أن ينقل إلى المقبرة فالأمر سهل، تجمع العظام وتدفن في قبر في المقبرة، لأن هذا أبلغ في حمايته، ولئلا يظن أحد في المستقبل أن هذا الرجل له مقام عند الله عز وجل فيتبركون به أو ما أشبه ذلك. إيه وآثم، لا شك أنه آثم. أنا ما أعلم إلا كما قلت لك، يبلغ الآن جهة مسؤولة وينتهي الوقت. نعم.